بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التشبه بالكفار وأثره على الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والمتمسكين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وكفى بالله شهيدا. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، في سورة التوبة وفي سورة الجمعة، في سورة التوبة وفي سورة الصف. فالهدى المراد به العلم النافع، ودين الحق المراد به العمل الصالح. فالله سبحانه وتعالى بعث رسوله بهذين الأمرين: بالعلم النافع والعمل الصالح. وإذا اجتمع العلم النافع والعمل الصالح حصلت السعادة الدائمة، وإذا انتفى هذان الأمران، انتفى العلم النافع والعمل الصالح، أو انتفى أحدهما بأن وجد العلم بدون عمل أو وجد العمل بدون علم، حصلت الخسارة الدائمة في الدنيا والآخرة. فلا سعادة إلا بهذين الأمرين: العلم النافع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل الصالح الذي انبنى على شرطين: الإخلاص لله سبحانه وتعالى من كل شائبة شرك أكبر أو أصغر، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم الخالية من كل بدعة وخرافة ومحدثة وضلالة. ولهذا فرض الله علينا أن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من صلاتنا، سواء كانت فريضة أو نافلة، وفي آخرها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذكر الله في هذه الآية من ختام هذه السورة ثلاث طوائف من البشر. أمرنا أن ندعو الله أن يهدينا لاتباع واحدة منها، وأن نسأله أن يجنبنا طريق اثنتين. أما التي أمرنا الله جل وعلا أن يهدينا صراطها وطريقها فهم المنعم عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. وهؤلاء هم أهل العلم والعمل، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، وهم الذين نسأل الله في كل ركعة من صلاتنا أن يهدينا صراطهم وطريقهم. وأما الفرقتان اللتان نتبرأ من طريقتهما ونسأل الله أن يجنبنا إياها، فهما فرقة المغضوب عليهم وفرقة الضالين. فالمغضوب عليهم هم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل، هم الذين تعلموا العلم وتركوا العمل به. وهؤلاء في طليعتهم اليهود الذين
آتاهم الله الكتاب وعلمهم العلم، بعث إليهم الرسل متتابعة فعلموا، ولكنهم لم يعملوا، بل باعوا دينهم بدنياهم وباعوا آخرتهم بدنياهم والعياذ بالله. كتموا العلم واشتروا به ثمنا قليلا، كما قال سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هؤلاء هم اليهود، وكل من اتصف بصفاتهم وتشبه بهم فإنه يكون تابعا لهم ويناله قسط من نصيبهم في الخسارة، إما خسارة تامة أو دون ذلك بحسب ما حصل من التشبه بهم في معرفة الحق وعدم العمل به. فهذا وصف متناول لكل من علم الحق ولم يعمل به، سواء من اليهود أو من غيرهم ممن تشبه منهم ممن تشبه بهم. والفرقة الثالثة هم الذين أخذوا العمل بدون علم، وهم الجهال الذين يعبدون الله على جهل وعلى ضلال، وإنما يعبدون الله بحسب ما تمليه عليه أهواؤهم أو بحسب ما وجدوا عليه آباءهم من غير أثارة من علم أو اقتداء بنبي. وهؤلاء في طليعتهم النصارى، النصارى يغلب عليهم الجهل والتعبد بالجهل والرهبانية التي ما أنزل الله بها من سلطان. وكل من تشبه بهم من ظلال هذه الأمة من المتعبدة على جهل كالصوفية وسائر الذين يعبدون الله على جهل وعلى غير بصيرة، فهؤلاء هم الضالون. ولهذا قال بعض علماء السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، لأن عندهم علم لكنهم لم يعملوا به، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأنهم يتعبدون بغير علم وبغير برهان وبغير دليل. فالأمر عظيم. فالفرقة الناجية هم الذين أنعم الله عليهم، أهل العلم والعمل، وهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين سبقوا ومضوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم سائرون على طريق الأنبياء من مؤمني الأمم السابقة، لكن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الاتباع يكون له خاصة عليه الصلاة والسلام، لأنه خاتم النبيين لا نبي بعده، ولأنه بعث إلى الناس كافة، إلى سائر أهل الأرض، عربهم وعجمهم، أبيضهم وأسودهم، إلى أن تقوم الساعة. ونسخ الله بشريعته جميع الشرائع السابقة، فلا طريق إلى الله بعد بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا باتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
فالطريق الموحد هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وما عداه من الطرق فإنه إما طريق منسوخ وإما طريق ضلال لا أصل له من البداية، ولا طريق إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فإن دينه نسخ الأديان ورسالته ختمت الرسالات، وبعثته شملت جميع أهل الأرض في سائر الأمكنة وعمت سائر الأزمنة إلى أن تقوم الساعة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. العالمين دين عالمي شامل للثقلين الجن والإنس. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فدل هذا على أن بعثته عامة للجن والإنس عليه الصلاة والسلام، ولا يسع أحدا الخروج عن طريقته. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة كاملة لم تدع شيئا يحتاجه الناس إلا وقد بينته أتم البيان ووضحته أكمل التوضيح، كما قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين، شهد الله لهذا الدين بأنه كامل، اليوم أكملت لكم دينكم. فلا حاجة لأهل هذا الدين، لا حاجة بأهل هذا الدين إلى غيره مما عليه سائر الأمم، بل الأمم كلها بحاجة إلى هذا الدين، كل الأمم بحاجة إلى هذا الدين. وهذا الدين لا يحتاج إلى ما عند الأمم لأنه هو دين الله الذي أكمله لعباده وأمر باتباعه وأخبر أنه لا نجاة إلا لمن تمسك به وسار عليه. فمن أراد النجاة ومن أراد الفلاح ومن أراد السعادة في الدنيا والآخرة فليتمسك بهذا الدين وليقتدي بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه القدوة. قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو القدوة
الكاملة عليه الصلاة والسلام فيما جاء به، في أخلاقه، في أعماله، في أقواله، في جميع ما يحتاجه البشر، هو القدوة الكاملة عليه الصلاة والسلام. وكذلك بعد الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة بخلفائه الراشدين وصحابته الأكرمين والقرون التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن فالقدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته فيما كانوا عليه من العلم النافع والعمل الصالح. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري، ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم أخبر بعد ذلك صلى الله عليه وسلم أنها ستحدث الفتن والاختلاف وتتنوع الأهواء والنزعات والنزغات، وحينئذ يجب على من يريد النجاة أن يرجع إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة الذين هم خير القرون وأفضل الأجيال. رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه ومن جاء بعدهم وحذا حذوهم من التابعين وأتباعهم قبل أن تحدث الفتن والمخالفات والفرق والافتراقات والأهوى والضلالات. ولهذا يقول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهي كلمة عظيمة، أن آخر هذه الأمة لا يصلحها إلا ما أصلح أولها، والذي أصلح أولها هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم النافع والعمل الصالح. كذلك هذا يصلح آخر هذه الأمة إذا هي تمسكت به وسارت على نهجه. إذن فالقدوة الكاملة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من تمسك بسنته واهتدى بهديه وسار على نهجه من أتباعه هم القدوة، وهم الجماعة، وهم الفرقة الناجية، وهم أهل الحق والإيمان الذين يجب علينا أن نتشبه بهم وأن نقتدي بهم وأن نسير على نهجهم، لأنهم على هدى وعلى طريق مستقيم وعلى جادة صواب ومنهج حق. أما الفرق المخالفة والأمم المختلفة فإنه يجب علينا الحذر من التشبه بهم في سمتهم وأخلاقهم في جميع أمورهم الخاصة بهم، لأنهم أعداؤنا وأعداء ديننا،
سواء كانوا من اليهود أو كانوا من النصارى أو كانوا من الوثنيين والمشركين أو كانوا من أي لون أو جنس، ما داموا يخالفون ديننا ولا يتبعون رسولنا فإنه يجب علينا أن نعاديهم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فما داموا أنهم أعداؤنا وأعداء ديننا وأعداء نبينا، بل وقبل ذلك كله أعداء الله سبحانه وتعالى، فإنه يجب علينا أن نقاطعهم وأن ننابذهم وأن نتبرأ منهم وأن نبغضهم في الله عز وجل. وهذا يعني أننا لا نتشبه بهم لا في عاداتهم وتقاليدهم ولا في عباداتهم ولا في أمورهم الخاصة بهم، لأن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشبه باليهود ولا بالنصارى. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وأمر بمخالفتهم، فقال: أكرموا اللحى وأحفوا الشوارب، خالفوا المشركين، خالفوا المشركين. المشركون يحلقون لحاهم ويوفرون شواربهم، فيجب على هذه الأمة أن تعاكسهم وتخالفهم فتكرم اللحى وتحفي الشوارب. فالذي يحلق لحيته ويعفي شاربه ويوفر شاربه هذا يكون متشبها بالمشركين، وتشبهه بالمشركين في الظاهر يدل على أنه يحبهم في الباطن، لأنه لو كان يبغضهم في قلبه لم يتشبه بهم. وقال صلى الله عليه وسلم لما وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء وسألهم فقالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فنحن نصومه، وقد صامه موسى عليه السلام شكرا لله فنحن نصومه شكرا لله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه وقال: نحن أولى بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، لكنه أمر أن يصام يوم قبله أو يوم بعده مخالفة لليهود، فقال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود. وقال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل أصومن التاسع والعاشر، مخالفة لليهود لأن لا يتشبه بهم حتى ولا في صورة العبادة، مع أنها عبادة لله عز وجل، لكن نخالفهم في صفة العبادة، نصوم يوما قبله أو يوما بعده. فكيف بالذي يتشبه بهم في الأمور الأخرى؟ يتشبه بهم في زيهم ولباسهم، يتشبه بهم في عاداتهم وتقاليدهم، يتشبه بهم في بدعهم وأعيادهم، يتشبه بهم في كلامهم وأكلهم وشربهم، في لباسهم. كل هذه أمور تدل على أن
هؤلاء الذين يتشبهون بالكفار أنهم متخلفون إيمانيا لا عقليا، عندهم عقول لكنهم متخلفون إيمانيا، إيمانهم ضعيف، إيمانهم ناقص، أو ليس عندهم إيمان أصلا، لأنه لو كان عندهم إيمان صحيح لخالفوا أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء أمة الإسلام، لأن هذا الدين والحمد لله كامل، فيه كل خير، غني بتشريعاته، غني بكل ما يصلح أحوال المسلمين في معاشهم ومعادهم، ليس بحاجة إلى استجلاب عادات من الكفار وتقاليد من الكفار، ليس بحاجة، المسلمون والحمد لله ليسوا بحاجة، لأن دينهم غني بتشريعاته وأحكامه، قد كفل لهم الكمال والسعادة والرقي والعزة والكرامة، فالمسلمون هم الأعلون كما قال تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كيف يتشبه الأعلى بالسافل؟ كيف يتشبه الشريف بالوضيع؟ هذه دناءة. المسلم غني بإسلامه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فالتشبه بالكفار خطير جدا، وقد كثر في هذا الزمان، كثر التشبه بالكفار، وذلك للجهل بأحكام الدين في الغالب، أو للتساهل، أو للإعجاب بالكفار، وهذه أشد. إذا كان الإنسان معجبا بالكفار ومعظما لهم ويتشبه بهم لأنه يرى أنهم أمة راقية وأنهم أمة لها قيمتها، فهو يتشبه بهم لأنهم يكبرون في عينه وتقديره، فهذا خطير جدا، ربما يكون هذا ردة عن دين الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله على هذا الحديث: أقل درجاته أنه يدل على تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يدل على كفر المتشبه بهم، أو كما قال رحمه الله. ولهذا اهتم علماء المسلمين بالتحذير من التشبه بالكفار قديما وحديثا، وكتبوا في ذلك الكتابات المفيدة التي توضح عدم التشبه بالكفار والنهي عنه. من ذلك ما كتبه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم النفيس اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وهذا كتاب يجب على كل طالب علم وعلى كل مسلم أن يقرأه وأن يتأمله، لأنه كأنه كتب في هذا الوقت، وكأنه يرى مشكلات هذا الوقت التي وقعنا فيها، فكتب في هذا كتابة جيدة في هذا الكتاب، وتناول في كتابته التحذير من التشبه بالمشركين والوثنيين، والتحذير من التشبه باليهود والنصارى، ولذلك سماهم أصحاب الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وأصحاب الجحيم هم الكفار على اختلاف طرائقهم ومللهم. والصراط المستقيم هو الذي ذكره الله في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه الآية تدل على وجوب مخالفة أصحاب الجحيم. وقد ابتلي المسلمون اليوم بأنواع من التشبهات، منها ما وقع في هذه الأمة من البناء على القبور
كما كانت الأمم السابقة تبني على قبور الأنبياء والصالحين. قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ولما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما، ذكرتا له ما رأتاه في أرض الحبشة من التصاوير والنقوش التي تكون في كنائسهم، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله. فوقع في هذه الأمة ما حذر منه صلى الله عليه وسلم، فبني على القبور، أشيدت القباب على القبور، والمساجد بنيت على القبور في مختلف البلاد التي كانت إسلامية وصارت اليوم بلادا وثنية، بنيت المساجد على القبور، على قبر الحسين، على قبر عبد القادر الجيلاني، على قبر فلان وعلان، بنيت المساجد على القبور، وصار المسجد الذي ليس فيه قبر ليس له قيمة عند العوام. المسجد الذي ليس فيه قبر ليس له قيمة عند عوامهم، وإنما تجد الزحام وتجد الجموع الغفيرة تتكاثر عند المساجد المبنية على القبور، يطوفون بها كما يطوفون بالكعبة، يذبحون لها وينذرون لها، يتمسحون بها، يستغيثون بالأموات، يدعونهم من دون الله عز وجل، يطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات. هذا من أعظم التشبه، من أعظم التشبه بالأمم الكافرة، فإن هذه ملة وثنية موروثة عن الأمم الكافرة من قديم الزمان، فوجد في هذه الأمة من تشبه بهم وسار على نهجه. كان النصارى يحتفلون بمولد المسيح، ابتدعوا الاحتفال بمولد المسيح عليه الصلاة والسلام، عبد الله ورسوله عيسى بن مريم، ابتدعوا الاحتفال في يوم مولده، وجعلوا لهذا الموسم، جعلوا له عيدا يتكرر كل سنة، يعطلون فيه الأعمال ويتفرغون فيه لأمور أحدثوها من الكفر والضلال والفسوق والفواحش وأنواع من الإجرام، يمارسونها في عيد مولد المسيح بزعمهم، والمسيح بريء منهم ومن عيدهم. فوجد في هذه الأمة من اقتدى بهم وأحدث عيدا لمولد محمد صلى الله عليه وسلم، فصاروا يقيمون احتفالات بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، يقيمونها كما يقيم النصارى احتفالات بمناسبة مولد المسيح. كل هذا من التقليد الأعمى الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا واضحة لا لبس فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده ولم يأمر بذلك، ومضى على هذا القرون المفضلة، لا يوجد لهذا العيد أو لهذا الاحتفال ذكر في الإسلام، وهم أشد الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يحب الرسول أكثر من محبة أبي بكر الصديق للرسول، الذي فداه بنفسه وماله وبذل الغالي والنفيس والكثير في نصرته صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت
أبا بكر خليلا، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أحب الناس إليه أبو بكر الصديق. ومع هذا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن عمه علي بن أبي طالب، هؤلاء الخلفاء الراشدون ما أقاموا احتفالا بمولده صلى الله عليه وسلم، وكذلك المهاجرون والأنصار، وكذلك القرون المفضلة التابعون وأتباع التابعين ما أحدثوا هذا الاحتفال، إنما أحدثه حثالات جاءوا من بعد، وجهال وضلال جاءوا من بعد فاجتلبوا هذا المولد من النصارى وأحدثوه في الإسلام، وصار الآن كأنه دين، صار الآن كأنه دين، كأنه من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، يستجهل من ينكره ويعتبر من ينكره من الشذاذ أو من الجهال عندهم. كل هذا بسبب التقليد الأعمى الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فديننا ليس دين طقوس تشبه طقوس النصارى أو اليهود، ديننا دين عبادة صحيحة، دين إخلاص لله عز وجل واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، ليس فيه من هذه الترهات وهذه البدعيات والمحدثات. قال صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأما التشبه بهم في الأمور الأخرى، في اللباس، في المشي، في المأكل، في المشرب، في سفور النساء وتبرج النساء، فحدث عن ذلك الشيء الكثير والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأصبحت الأمة الآن، إلا من شاء الله، لا أقول كل الأمة، لكن أصبح كثير من الأمة اليوم إنما يعيشون على استيراد عادات من الكفار والتخلق بها في بلاد الإسلام، وكأن الإسلام عاجز، أو كأن الإسلام فقير، أو كأن الإسلام ناقص، حتى يحتاج إلى استيراد هذه العادات وهذه التقاليد وهذه الترهات التي لا خير فيها، في العبادات، في المآكل، في المشارب، في الملابس، في أشياء كثيرة كما لا يخفاكم اليوم. والواجب علينا جميعا الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى ما عليه السلف الصالح، وإلى التمسك بديننا، وإلى رفض كل ما يخالف ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال له إنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة، اسم موضع. جاء يستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم هل ينفذ نذره في هذا المكان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. فالرسول صلى الله عليه وسلم استفصل هل هذا المكان يمارس فيه، كان يعني كان في الزمان الماضي، هل كان المشركون في الزمان الماضي يمارسون فيه شيئا من عباداتهم؟ فلما تبين له أنه لا، ليس فيه شيء من ذلك، أمر بالوفاء بالنذر. فدل على أنه لو كان فيه شيء كان يمارس من عبادات الجاهلية، أنه لا يجوز لهذا الرجل أن ينحر فيه إبله، لأن في هذا تشبها بهؤلاء الذين كانوا يمارسون الكفر في هذا المكان، فإذا فعل ذلك كان متشبها بهم، وإن كان هو لا يقصد إلا الله سبحانه وتعالى.
لكن صورة العمل فيها تشبه، فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم استوضح من الرجل. وخرج صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين بأصحابه بعد فتح مكة، وكان قد صحبه ناس أسلموا من عهد قريب، ناس من العرب أسلموا من عهد قريب، لم يتمكنوا من معرفة أحكام الإسلام لأنهم جديد عهد به. خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بسدرة كانت للمشركين، كان المشركون يعكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم، يعني يتبركون بها، يقال لها ذات أنواط. هذه الشجرة كانت للمشركين، كانوا يتبركون بها ويعكفون عندها، يعني يقيمون عندها، وكانوا يعلقون بها أسلحتهم للتبرك. فقال هؤلاء الذين أسلموا حديثا، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها تماثل شجرة هؤلاء المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى وبالأمم السابقة في كل شيء، حتى في الأمور التافهة، حتى لو كان فيهم من يدخل جحر الضب لكان في هذه الأمة من يدخل جحر الضب تشبها بهم. وهذا خبر معناه التحذير، خبر معناه التحذير والنهي، وأن لا نغتر، أن لا نغتر بهذه الأمور التي فيها تشبه بالكفار، لا نغتر بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا منها وبين لنا أنه سيكون هناك تشبه، فلا نكون من هؤلاء المتشبهين. وأدلة الكتاب والسنة في تحريم التشبه بالكفار فيما هو من عاداتهم وتقاليدهم ودياناتهم أمور كثيرة، وأنا ذكرت لكم هذا الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية، ففيه كثير من توضيح هذه الأمور، فعليكم بقراءته. كذلك في وقتنا هذا كتب الشيخ محمود بن عبد الله التويجري حفظه الله، كتب رسالة حافلة اسمها الإيضاح والتبيين لما وقع من التشبه بالمشركين، ذكر فيها أشياء كثيرة مما وقع في هذا العصر، فعلى طالب العلم وطالب الحق أن يقرأها حتى يكون على حذر مما وقع فيه كثير من الناس اليوم، وليكون الإنسان على بصيرة ولا يقلد الناس تقليد الأعمى، بل عليه أن يكون دائما وأبدا مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن خالفها الأكثرون. المتمسك بالسنة سيجد من الناس بعض الملامة أو بعض المشقة أو بعض المضايقات، ولكن عليه أن يصبر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء، قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس. وقال صلى الله عليه وسلم المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50. قالوا منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذلك لما يلقى
لما يلقى المتمسك بالسنة في آخر الزمان، لما يلقى من التعب من الناس. قال صلى الله عليه وسلم: القابض على دينه، يعني سيأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر أو على خبط الشوك. لما يلقى من الغربة وكثرة المخالفين وكثرة المعاتبين له، ولكن ما دام أنه على الحق وما دام أنه على جادة الصواب فليصبر. وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والتشبه بالمشركين والكفار لا يأتي بخير أبدا، وإن ظن بعض الناس أن فيه حضارة وفيه تقدما وفيه، لكن هذه آمال خادعة. الحق والخير كله بالتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي الخير كله، لأنه الدين الكامل، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فعلينا أن نعي هذا الأمر، وأن نتبصر في ديننا، وأن نحذر من التقاليد التي غزت بلاد المسلمين اليوم وأصبحت كأنها السنن، وأصبحت السنن غريبة في كثير من الناس. يعني صار المعروف منكرا والمنكر صار معروفا بسبب الجهل وبسبب كثرة الشر وقلة من يدافع هذا الشر ويحذر منه. ولكن الحمد لله، مع ما حصل على المسلمين من التأخر، وما حصل على المسلمين من الضعف، وما حصل من كثرة الضلالات وكثرة الأمور المخالفة، إلا أن هذا الدين والحمد لله باق، وقد تكفل الله بحفظه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هناك طائفة لا تزال على الحق، قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. فهذه بشرى أنه مهما كثر الشر فإن الخير موجود، ومهما كثر أهل الضلال فإن أهل الحق والحمد لله موجودون. فعلينا أن نكون من هؤلاء الطائفة الناجية الظاهرة المتمسكين بالحق، حتى نكون من هؤلاء الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم هم الفرقة الناجية من بين سائر الفرق المخالفة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم بدينه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نشكر لصاحب الفضيلة جزاه الله كل خير على ما أبداه لنا من نصح وإرشاد وبيان. فيقول السائل: وفقنا الله وإياه صاحب الفضيلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي: ما حكم من يأخذ من الغرب بعض الأعمال التي ليس فيها ضرر على إسلامه ولم يرد ذكرها في الإسلام، ولكن يأخذها ابتغاء التقدم والتحضر فقط؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأشياء النافعة التي ليست هي من خصائصهم، وإنما خلقها الله سبحانه وتعالى لمنفعة البشر، لا بأس أن نأخذ بها. الأسلحة والثياب والبضائع والأطعمة المباحة، هذه ليست لهم، الله سبحانه وتعالى خلق هذه المنافع للمسلمين بالأصالة، والكفار تبع فقط. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده
والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الله خلقها، خلق لكم ما في الأرض جميعا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهذا من نعم الله سبحانه وتعالى. هذه المنافع وهذه الخيرات التي خلقها الله سبحانه وتعالى الأصل أنها للمسلمين، لكن لما تخلف المسلمون وتكاسلوا سبق إليها الكفار الصناعات والاختراعات، فلا حرج على المسلمين أن يشتروا من الكفار هذه الأشياء وأن يستوردوها، لأنها نافعة ولأنها في الأصل لهم، مخلوقة لهم، فشراؤها بأموالنا من غير أن يكون لهم علينا فضل أو منة، وإنما نشتريها بأموالنا، هذا لا حرج فيه، بل الله تعالى أمرنا أن نأخذ بالأسباب النافعة. قال تعالى: وأعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون مما نسج الكفار ويشترون منهم السلع ويتبادلون معهم البيع والشراء، هذا لا بأس به، هذا ليس تقليدا ولا تشبها، بل هذا أخذ بالأشياء النافعة والاستفادة من خبراتهم في الصناعة، في التجارة، في الأعمال، في الزراعة، الاستفادة من خبراتهم المباحة لا بأس بها، وهذا لا يسمى تشبها، وإنما هذا يعتبر أخذا بالأسباب النافعة، ونحن نأخذها منهم بثمن لا منة لهم علينا فيها ولله الحمد، نشتريها منهم بأموالنا ليس لهم علينا فيها منة. نعم. يقول السائل: صاحب الفضيلة، ذكرت أن من اتصف بصفات اليهود أو عمل بعملهم يحق عليه ما يحق على اليهود، فهل العاصين من أمة محمد إذا كانت معصيتهم مماثلة لليهود فهل يعتبر من اليهود أو من أمة محمد لكنه عاصي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل: من تشبه باليهود في عقائدهم وعباداتهم هذا لا شك أنه يكون مثلهم، يكون حكمه حكمهم تماما. من تشبه بهم في عباداتهم فإن حكمه يكون مثلهم. أما من تشبه بهم فيما دون ذلك في غير العبادات، في اللباس أو في الأكل والشرب أو في العادات الخاصة بهم، فهذا لا يكون كفرا ولا يكون حكمه حكم اليهود من كل وجه، لكن يكون فيه شبه من اليهود ويكون عليه إثم بقدر هذا الشبه، يكون عليه إثم بقدر هذا التشبه، ويستحق من العقوبة بقدر هذا التشبه، لكنه لا يكون حكمه حكمهم من كل وجه، إلا إذا أخذ عقائدهم وأخذ عباداتهم واقتدى بهم في ذلك، فهذا يكون كافرا بدين الإسلام ويكون حكمه حكم اليهود والنصارى. فمثلا عباد القبور الذين بنوا عليها وصاروا يطوفون بها ويستغيثون بالأموات ويفعلون هذه الأفعال، هؤلاء يتشبهوا بالمشركين في الجاهلية الأولى، يكون حكمهم حكم المشركين لأنهم شاركوهم وساووهم في هذا الشيء واقتدوا بهم في هذا الشيء. أما من اقتدى بهم في اللباس، في الأكل، في الشرب، في العادات الخاصة بهم، فهذه معصية عليها إثم وعليها عقوبة، لكنها لا تصل إلى حد الخروج من الملة، بل يكون عليها من الإثم والعقوبة بقدرها كسائر المعاصي. إن المعاصي تتفاوت وتختلف، ليست على حد سواء، منها الكبيرة ومنها الصغيرة ومنها الشرك ومنها الكفر ومنها ما دون ذلك. نعم. يقول السائل: صاحب الفضيلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو إيضاح الآتي. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة، يقول عز وجل: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم.
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يقول سؤالنا حول ذلك: ما المراد بالمودة وكيف تكون؟ وهل تؤخذ الآية من قوله لا ينهاكم الله على ظاهرها؟ وكيف نقسط إليهم؟ وهل هي في الضعفاء والنساء فقط؟ وهل يدخل فيهم المتعاقدون النصارى الذين يعملونها هنا في هذه البلاد؟ هذا الجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أما قوله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم، فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى لأن هؤلاء سيسلمون ويدخلون في الإسلام ويزول عنهم الكفر فيكونون حينئذ من المسلمين، وقد حصل ما وعد الله به، فبعضهم أسلم وحسن إسلامه. أما الوجه الثاني وهو في قوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، فهذه تعني أنه يجوز أن نكافئ الكافر على قدر إحسانه، مكافأة إذا صنع للمسلمين شيئا من المعروف فإنه يكافأ على ذلك على قدر إحسانه، والمسلم كريم لا يجازي على الإحسان إلا بالإحسان، هذا من أخلاق الإسلام الفاضلة وهي المجازاة على الإحسان بالإحسان. لكن ليس معنى هذا المودة في القلوب، لا، الكافر إذا أحسن إلينا لا نحبه بقلوبنا ولكننا نكافيه على إحسانه الذي بذله معنا لئلا يكون له يد علينا ولا يكون له منة علينا. إذا كافأناه وأعطيناه جزاءه على ما فعل معنا لا يكون له يد علينا لأننا قد كافأناه وأعطيناه بدلا مما بدل لنا. فهذا في التعامل الدنيوي، في التعامل الدنيوي فقط. أما الدين فلا يجوز لنا أن نتولى الكفار حتى ولو أحسنوا إلينا، لا نتولاهم بمعنى نحبهم، لا، المحبة لا تكون إلا مع المؤمنين فقط. أما الكفار فنحن نبغضهم، لكن لا يحملنا بغضهم على أن لا نكافئهم على إحسانهم إذا أحسنوا إلينا إحسانا دنيويا وعملوا لنا شيء من المنافع أو المعروف، نكافئهم على ذلك، نكافئهم على ذلك. كما أن الله سبحانه وتعالى قال في الوالدين، كما قال سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. فيجب على الولد أن يحسن إلى والده الكافر وأن يبر به بأن ينفعه في دنياه وأن يوفر له الطعام والشراب لأنه والده، فالإحسان إلى الوالد وإن كان كافرا هذا مطلوب، هذا مطلوب من الولد، لكن لا يطيعه في معصية الله عز وجل ولا يتبعه على دينه، وإنما يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. فهو يحسن إلى والده الكافر ولكن يتبع دين الحق لا دين الوالد إذا كان على غير حق. صاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. ولما جاءت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق وكانت كافرة، كانت أمها كافرة، جاءت تطلب من ابنتها المساعدة في المدينة بعد الهدنة التي حصلت بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمشركين في الحديبية، جاءت هذه المرأة إلى ابنتها أسماء رضي الله عنها تطلب منها المساعدة. فأسماء رضي الله عنها استفتت الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: إن أمي جاءت وهي راغبة، يعني
طامعة في العطاء أفأصلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: صلي أمك. فأمرها أن تصل أمها مع أنها كافرة. فهذا من باب التعامل الدنيوي فقط، أما التعامل الديني فنحن لا نحبهم أبدا ما داموا على الكفر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالمحبة لا تكون إلا لأهل الإيمان. أما التكافؤ في أمور الدنيا فهذا لا بأس به، أن نكافئ من أحسن إلينا وإن كان كافرا، كما أن بغضنا لهم لا يحملنا على ظلمهم والتعدي عليهم بغير حق. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فيجب أن نعدل في حق الكافر والمسلم في الحكومات والخصومات، وألا نتعدى عليهم بغير حق، بل نقيم العدل فيهم ولا نظلمهم شيئا من حقوقهم الدنيوية. إذا تخاصموا إلينا أو تحاكموا إلينا نحكم بينهم بالعدل ونحكم بينهم بالقسط. هذا ما يجب أن يعرف حول هذه الآيات، أنها في أمور الدنيا وليست في أمور القلوب والمحبة. نعم. تقول السائلة: سمعنا عن سماحتكم فتوى بتحريم لبس البنطلون للمرأة أمام زوجها، آمل من سماحتكم توضيح هذا الأمر لكثير من الناس للالتباس الذي وقع لدى الكثير من العامة حول هذه الفتوى، جزاكم الله خيرا. هذه ما فيها أشكال، البنطلون هذا ليس من عاداتنا ولا في بلادنا، فما الداعي لأن تلبس البنطلون في بلادنا؟ هذا ما هم من لباسنا ولا في، ونحن قلنا إن الإنسان يلبس اللباس المعروف في وطنه وفي بلده ولا يلبس اللباس المخالف لذلك، لأنه يكون فيه شهرة ويكون فيه دعوة للآخرين لما هو قد يكون أسوأ. هذا الذي قلته وأقوله الآن، أقول هذا ليس من لباسنا ولا من لباس نسائنا، لا عند الزوج ولا في البيت ولا خارج البيت. فالمرأة تلبس ما يلبسه مجتمعها، وفيه الخير والكفاية ولله الحمد. سؤالنا الأخير: امرأة تسأل عن حكم التلفاز علما أن لديها بنات وهي تحاول منعهن، وتقول أن والد هذه البنات يأبى ذلك ويريد أن تترك البنات حتى يمتنعن بأنفسهن، فما حكم ذلك؟ مع رجائنا بيان وتفصيل حول التلفاز. الله السلامة لا يعدلها شيء، الإنسان اللي يسلم من التلفاز فالسلامة أحسن له وأبعد له وأوفر لوقته، أوفر لوقته، ينتفع بوقته في الراحة والنوم، وينتفع بوقته في الدراسة، وينتفع بوقته في أمور أخرى، لأن التلفاز يأخذ عليه الوقت، يسهره، يأخذ عليه الليل، وقد ينام عن صلاة الفجر بسببه. فالسلامة منه والابتعاد عنه مهما أمكن غنيمة وخروج من الخطر. أما من ابتلي به والتزم بأن لا يستعمله إلا في الأشياء التي هي أخف ضررا مثل الأخبار، يعني يشوف فيه الأخبار، يشوف فيه المحاضرات إذا كان فيه محاضرات، أو الأجوبة إذا كان فيه أسئلة وأجوبة لبعض العلماء، من هذه النواحي هذا أخف، وإن كان هذا لا ينبغي السلامة منه أيضا، لكن هو أخف. أما من يستعمله لمشاهدة النساء التي تظهر فيه، أو لمشاهدة المسلسلات، أو لمشاهدة الأغاني والمزامير وآلات اللهو التي تعرض فيه علانية، هذا منكر وحرام، ولا يجوز للإنسان أن يقره في بيته ولا أن يجعله بين بناته وبين أولاده، لأنه خطير. الحاصل أنه يجب على الأب أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يبعد هذا عن بيته، أسلم لدينه وعرضه، وأسلم لذريته، وأبعد عن الخطر. نعم. وآخر دعوانا في هذا الحمد لله رب العالمين، فنشكر لصاحب الفضيلة على ما قدمه لنا من علم وفائدة، فجزاه الله عنا كل خير.